بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة المعلومات القانونية اللي بتقدمها نقابة المحامين وموقعها إلى شباب المحامين. اتكلمنا قبل كده في موضوعات مختلفة، النهاردة هنتكلم عن الفرق بين الدفع والدفوع. حضرتك كنت بتشتغل في قضية بتحضر دفاعك وبتحضر دفوعك، والدفاع غير الدفوع. الدفوع هي أركان البطلان، الدفوع هي التطبيقات القانونية، الدفوع هي ما تراه مخالفا لأحكام القانون. كما لو قلنا الدفع بالقصور في التسبيب، ده اسمه دفع. الدفع بالإخلال بحق الدفاع، ده اسمه دفع. الدفع بالبطلان، بطلان الإجراءات، بطلان القبض والتفتيش، ده اسمه دفع، وده يختلف تماما عن الدفاع. الدفاع بقى هو الكلام اللي انت بتقوله اثناء المرافعه، وانت بتقول وبتتكلم عن شرح عدم معقوليه تتصور الواقع على النحو الوارد بالاوراق، وانت بتتكلم عن ملابسات الواقع، وبتستخدم الفاظك البديعه، وبتستخدم مفرداتك القويه في الشرح، في الوصف، في التدليل، وانت بتجسد وبتحكي وبتتكلم عن ملابسات الجريمه، وكيف ان المتهم كان له يد كبيرة في وقوع الجريمة. المتهم المجني عليه وصفه ايه هنا؟ ازاي ان المجني عليه كان ليه دور في ارتكاب الجريمة؟ ايوة، المجني عليه كان مسؤول، بل ان احيانا مسؤولية المجني عليه بتكون اكبر من مسؤولية المتهم. ازاي الكلام ده يا دكتور مهران؟ اقول لك، لما تبقى ماشي على الطريق الصحراوي او انت ماشي على الطريق الدائري وفقا للسرعة المقررة دلوقتي على الطريق الصحراوي التي لا يمكن ان تزيد عن 120 كيلو متر في الساعة، وفجأة يطلع واحد يعدي قدام منك وانت ماشي على الصحراوي فتخبطه فيموت. عبور الطريق في المكان ده مخالف للقانون، هو مخالف لقانون المرور، بل ان خطأ المجني عليه استغرق خطأ الجاني وكان كافيا بذاته لاحداث النتيجة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المجني عليه اللي مات خطأه في انه يعدي من قدام العربية وهي بتجري وينط قدام العربية عشان يعدي ما يستناش، كان خطأه هو الكفيل والكافي بذاته لوقوع جريمة القتل، قتل الخطأ، واللي فيها هتكون العقوبة البراءة. ليه؟ لان خطأ المجني عليه استغرق خطأ الجاني وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة. انت هنا بتترافع، ده الدفاع اللي انت بتقوله اثناء المرافعة، انما الدفوع هي النقط اللي انت هتتكلم فيها في الدفاع. الدفوع هي اللي انت هتثبتها في اول مرافعتك والحاضر، بتثبت بقى دفوعك وتروح واحد بطلان كذا، اثنين اخلال كذا، ثلاثة، بتثبت الدفوع، ثم تتناول هذه الدفوع بالمرافعة بالدفاع. فالدفاع غير الدفوع. ما تروحش تتكلم في الدفاع وتقف وتترافع وما تقولش دفوع وتنتظر ان المحكمة تستنبطها او تستنتجها لوحدها. انت لما بتكتب دفوعك بيبقى القاضي ملتزم بان يرد على كل دفع، لكن مش لازم القاضي يرد على دفاعك وعلى مرافعتك في كل الكلام اللي انت بتقوله. الحاجات دي مهمة لازم نركز فيها. ان شاء الله الحلقة الجاية نتكلم في موضوع تاني يهم كل شباب المحامين.